في الايام الاخيره برضو يمكن انا متابع تحركات الفيفا والكاف في الشان التحكيمي، وكانت في دوره تم انعقادها في رواندا في العاصمه الروانديه كيجالي. هل هذه الدوره من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الهدف منها ايه؟ هل كان فيها علاقه بامور خاصه بتقنيه الفار؟ مين كمان المحاضرين اللي انتم حضرتوهم في هذه الندوه او في هذه الدوره؟ طيب، هو اللي بيحصل بالظبط بعد ما بتنزل الليتست فيرجن من الابديتس بالنسبه للقانون، بالنسبه للمفاهيم، بالنسبه للحالات التحكيميه، بيطلب من المحاضرين بالفيفا ان احنا نعمل كورس. الكورس ده بيبقى اسمه فوتورو كورس، بيتعمل في كل قاره. في قاره افريقيا بيتعمل للناطقين باللغه الانجليزيه والناطقين باللغه الفرنسيه، والاثنين اتعملوا في رواندا الشهر اللي فات. من مصر كان متواجد من محاضرين معتمدين من الفيفا، كان الكابتن عصام عبد الفتاح وانا كنت موجود معاه، ومن الدارسين من مصر كان موجود الكابتن سيد مراد والكابتن احمد ابو العيله. والمعسكر ده او الكورس ده بيبقى اخر تحديثات للقانون، للمفاهيم، بتوصل للدارسين علشان خاطر من خلالها يقدروا يوصلوا المعلومات للحكام في بلادهم، للمحاضرين في بلادهم، للمقيمين في بلادهم، ومن خلالها يبقى المنظومة متكاملة من أول الفيفا لغاية كل دولة موجودة في العالم. طيب، يبدو ان في تعليمات جديده او في تطور في مفاهيم القرارات التحكيميه لو تخص برنامج الترند وقناه الاهلي بهذه التفاصيل. هل في تعديلات على مساله لمسه اليد، لمسات اليد داخل منطقه الجزاء، تحرك الكره في لمسه اليد، تحرك يعني التفاصيل الفنيه اللي المفاهيم دي عامله مشكله، بما ان انتوا خلاص بقى خدتوا التعليمات الجديده والتطوير اللي حصل على موضوع اللعبات الجدليه واديتوها للمحاضرين او الدارسين ولسه هتوصل مصر خلال الايام اللي جايه، لو ننفرد بهذه التفاصيل يا كابتن تامر. خليني مبدئيا اهنيك على ان حضرتك متابع جيد وملم بالجديد والحديث الله يكرمك. من القانون اللعبه، لان ده فعلا حاجه مهمه جدا ان يبقى في اعلامي عنده قدره ومتابعه لكل ما هو جديد. وده اللي حاصل بالضبط دلوقتي في الاتحاد الدولي. خلي بالك الكلام كله الموجه لكل الدارسين وكل المحاضرين في العالم، باك تو بيزكس، الرجوع الى الاساسيات وهو الملعب. وده المفهوم الجديد اللي هيتعامل من خلاله جميع محاضري الفيفا وجميع محاضري الحكام على مدار السنه دي، الرجوع الى الاساس وهو الملعب، اتخاذ القرارات الفنيه والاداريه مبدئيا من خلال الملعب، التوصل الى حلول نهائيه مبدئيا من خلال الملعب. اما فيما يتعلق بالمفاهيم الجديده او التحديثات الجديده، يعني القانون ما طرأش عليه حاجات جديده خلال السنه ديت، يمكن شويه بعض الحاجات الخاصه بالاستبدال المؤقت، او ان احنا يبقى في لاعب يستبدل ويخرج بره الملعب لوقت او في فترات قصيره زي لعبه كره اليد كده، بس ده لسه ما لم يعمم بصفه كامله. بالنسبه لمفاهيم كره اليد فيما يتعلق لمسة اليد. باحتساب لمسه اليد داخل منطقه الجزاء في التسديد على المرمى، كان عندنا مجرد ما يبقى فيه تسديد على المرمى على طول بيطلق الانذار للاعب اللي الكره بتلمس ايده. مع تطور اللعبه وسرعتها وقوه الكوره وكمان رغبه المدربين في ان احنا يبقى فيه يعني لعب اكتر ومفيش مخالفات كتيره وما ينذرش ويطردوا اللاعب كتير، تم وضع مفهوم جديد للمسه اليد داخل منطقه الجزاء. فيما يتعلق هل اليد متعمده او استخدام اليد كان متعمد ام مخالفه؟ التعمد اليد تعمد لعب الكره باليد هو ما هو الا رفع اليد من ايه اللي بي من بالحركه كده زي ما انا بعمل بايدي بالظبط كده اهو عشان امنع مرور الكوره. تمام. ده اسمه تعمد لعب الكره باليد. لما الكوره تتشاط ويبقى في تعمد للعب الكره باليد بالطريقه دي، بيبقى عندك حل من الاثنين، لا اما دوجزو لو الكوره منعت فرصه محققه لاحراز هدف وعلى طول بنروح للكارت الاحمر. لو اليد دي المتعمده منعت الكره بطريقه فا اللي هي منع هجوم واعد، بتبقى انذار.
اما المخالفات لمس الكره باليد، مخالفه يعني ايه؟ يعني ان انا وانا بلعب الكره برجلي او بتتشاط من الرجل للمرمى، تمام؟ انا اتحركت حركه وكانت ايدي فيها مكبره الجسم، تمام؟ تكبير الجسم ده بالنسبه لنا اسمه مخالفه، ما اسموش تعمد لعب الكره باليد. في الحاله دي لو التعمد ده منع هجوم واعد، سوري، لو المخالفه دي منعت هجوم واعد هيبقى انذار، لو المخالفه دي لم تمنع هجوم واعد هيبقى ما فيش انذار وهيحتسب بس ركله الجزاء. طبعا كله فيه احتساب ركله الجزاء بلس القرار العقوبه الإداري. الاجماليه اللي انا قلتها على مدار تعمد لعب الكره باليد او مخالفه لمس الكره باليد. أنا عشان كده حتى ده بلاحظ إن الحكام اللي بيحكموا في أفريقيا بيبقى لهم قرارات ومفاهيم مختلفة عن الحكام اللي بيحكموا في الدوري المصري وما سافروش وما خدوش التعديلات الجديدة، أعتقد ده واضح حتى ليك يا كابتن تامر. بالظبط كده، لان المفاهيم بتوصل بسرعه للحكام في افريقيا اللي بيلعبوا البطولات، اللي بيلعبوا المباريات سواء في دوري ابطال افريقيا او دوري الكونفدراليه، وبتوصل لهم المعلومات سريعا من قبل الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عشان خاطر يبقى عندهم دايما المام بالمفاهيم الجديده خلال تطبيقهم للمباريات. طيب الفار وتقنية الفار ومشاكل الفار في العالم كله، الفيفا بيتعامل مع المشاكل دي ازاي؟ هل في تطوير جاي؟ الفار في أفريقيا ممكن الكاف يعمل تطوير في الشأن ده ولا لا؟ الفار خلينا بس نوصف للساده المشاهدين ان الفار دور مساعد، زي الحكم المساعد في الملعب، زي الحكم الرابع في الملعب، ما هو الا بيساعد الحكم في اداره المباراه. هل عنده قدره على انه يتدخل في كل الامور الفنيه داخل المباراه؟ لا طبعا، زي المساعد بالظبط ما عندوش قدره على انه يتدخل مع الحكم في كل القرارات الفنيه في الملعب. هم 4 قرارات فنيين فقط يا غير ما بيتدخل فيهم، هدف او لا هدف، ركله جزاء او عدم وجود ركله جزاء، والمستيكن ايدنتيتي، الهويه المغلوطه، او الكارت الاحمر المباشر سواء كان دوجزو او سيريس فاول بلاي او الفايلنت كوندكت. هو دي ال4 محاور الاساسيه اللي ممكن يتدخل بيهم الفار، ومن خلالهم يقدر يدخل عشان خاطر يساعد حكم المباراه. فيما يتعلق ببحث حكم الفار على الألعاب داخل التقنية، بيبقى عنده الزوايا اللي موجودة في الملعب، بيبقى عنده حوالي 6 أو 7 8 10 كاميرات according to the للكومبيتيشن نفسها يعني. ومن خلال الكاميرات دي بيبقى عنده قدرة على إنه يشوف كل كاميرا على حدة، حضرتك بتشوف الإعادات في التلفزيون كلها ورا بعض بالظبط. بالظبط كده لما بيكون حالة بتحصل. لكن في تقنية الفار، الفار او الحكم الفيديو المساعد بيبقى عنده قدره على انه يشوف كل كاميرا لوحدها، فيقدر من خلالها يقدر يشوف التفاصيل اللي ممكن ما تبقاش باينه لك او باينه للساده طب في المشاهدين الجزئية دي يا كابتن اثناء تامر، المباراه. في الجزئية دي لو المخرج ما عادش لعبة أثناء البث المباشر، هل الفار كده بره الموضوع ولا الفار بيراجع وبيتابع ملوش علاقة بإعادة المخرج؟ ما فيش كاميرا موجوده عند مخرج المباراه مش موجوده عند الفار، وده الاساس. احنا كل الكاميرات في كل البطولات، في كل الايفنتات، في كل الكومبيتيشنز، الكاميرات اللي موجوده عند المخرج المباراه داخل منها فيد للعربيه الفار او لحجره الفار، بيشوف نفس الكاميرات بنفس الزوايا بنفس الطريقه بنفس الشكل. حتى ساعات كمان الكاميرا مان في الملعب، تمام؟ زي ما انا الصوره عليا دلوقتي، حضرتك مش ظاهر في الصوره، بالظبط. تمام؟ وظاهر في التلفزيون انا بس. الكاميرا مان في الملعب نفس الكلام، ممكن يحط الكاميرا دي على لعبه او يسلط الضوء على حاجه، والكاميرا مان الموجود الناحيه الثانيه، تمام، ممكن يكون جايب الجمهور مثلا، تمام؟ فالكاميرا دي بتبقى يوسلس، تبقى عديمه الفايده بالنسبه للحكم الفار، لكن موجوده عنده؟ اه طبعا موجوده عنده، وممكن يراجع يقدر اللعبة يشوفها طبعا. والمخرج حتى مش بيراجعها. نعم؟ يعني ممكن الفار يراجع اللعبة والمخرج أصلا مش بيراجعها. لا لا، ما الفار عنده عنده. القدرة على إنه يراجع كل الكاميرات داخل غرفة الفار. ممتاز جدا، ممتاز جدا، وأعتقد ده رد مهم جدا عشان الناس تبقى متأكدة إن الفيفا والأيفاب عامل قواعد معينة، والتطوير اللي هيتم حتى على الفار أكتر في الفترة اللي جاية المخرج بره المسألة خالص. طيب حاجة أخيرة، هل الكاف ممكن في الايام اللي جايه نشوف تطوير في التقنيات دي يا كابتن تامر؟
الكاف دلوقتي بيسعى جاهدا ان يكون في معظم الدول عندها نفس التقنيه زي ما موجوده في المغرب ومصر وتونس. بيسعى ان باقي الدول يكون عندها نفس الكلام دوت عشان خاطر تقدر تطور من حكامها وتقدر تستفيد من ده في مسابقاتها. وجاري كمان ان يبقى في حكام واعدين عندهم قدره على فهم وفهم التقنيه والتعامل معاها علشان خاطر الاجيال اللي جايه من الحكام في افريقيا كمان يبقى عندها نفس القدره ونفس التطور اللي بيحصل في العالم كله. طيب سؤال اخير، وانا هنا بكلم فيفا مش بكلم بقى الكابتن تامر دوري المصري اللي احنا بنتشرف بيه اكيد، لكن بكلم الفيفا. عندنا 2 مرشحين كاس عالم 2026، امين عمر ومحمد معروف. هل فعلا وارد ان يكون عندنا حكمين في كاس العالم، ولا هيتم الاختيار من واحد من الاثنين؟ هو طبعا الاختيارات يعني بدري قوي في التوقيت الحالي وان احنا نحسم حاجه زي كده، بس اللي انا عارفه كويس جدا ان الافضل هو اللي هيكون موجود ان شاء الله في كاس العالم يا ان رب شاء الله الاثنين باذن يكونوا الله افضل بمشيئه ويتاهلوا الرحمن. باذن الله ويكونوا موجودين. وبتمنياتي الشخصيه طبعا كمصري ان يكونوا الاثنين موجودين باذن الله تعالى بمشيئه الرحمن. كابتن تامر دري، محاضر الفيفا ورئيس لجنه التطوير والتحكيم في الاتحاد اللبناني، شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق دايما يا رب. خليني أشكرك جدا على الدعوة ديت وبشكر أسرة برنامج مرة تانية وبهني النادي الأهلي على صعود المباراة النهائية، وإن شاء الله بإذن الله أندية مصر كلها تبقى على منصات التتويج بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله. كان لقاء مهم جدا مع المحاضر الدولي ومحاضر فيفا الكابتن تامر دري، لأن في ملفات كتيرة وفي موضوعات مهمة ومفاهيم مهمة متعلقة بلمسة اليد الفيفا أقرها واتشرحت للدارسين في رواندا، ولسه هتوصل مصر بقى خلال الفترة اللي جاية، لأن مهم جدا لجنة الحكام تعمل محاضرات للحكام عشان التعديلات اللي تمت في مسألة لمسة اليد.